البيت الابيض بيقول لا نعتبر ما تقوم به اسرائيل في غزه اباده جماعيه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. البيت الابيض والبيت الاسود والبيت الاحمر وامريكا والمتحدث باسم مش عارف مين ومين اهو، الراجل جيك سوليفان اللي هو متشرف الامن القومي الامريكي قال لا نعتبر ما تقوم به اسرائيل في غزه اباده جماعيه. امال ايه يا عم جيك سوليفان؟ امال تعتبره ايه؟ شايفه ايه؟ توصيفك ليه ايه؟ نزهه خلويه يعني؟ امال ايه؟ يعني انت شايفه ايه؟ بقول لك ده مش اباده، امال ايه؟ امال اسرائيل بتعمل ايه في غزه؟ انت منتظر ايه بعد استشهاد 36 الف نفس؟ 36 الف مواطن، منتظر الكارثه الانسانيه او الاباده الجماعيه يكون شكلها ايه؟ ما هي مواصفاتكم؟ عايزين العدد يوصل لمليون عشان تبقى اباده جماعيه؟ والله عيب، والله عيب عليك وعيب على ادارتك ان هي تصف هذا الامر بهذه الصفات انه ليس اباده جماعيه. اذا فما هي الاباده الجماعيه في المفهوم الامريكي؟ النهارده قطر كان عاملين مؤتمر صحفي رئيس الوزراء واتكلم، المحادثات وقف اطلاق النار في غزه وصلت الى طريق مسدود. فطريقك يا ولدي مسدود مسدود مسدود. ده رئيس وزراء قطر بيقول انه حماس هتبقى موجوده عندنا في قطر طول ما الحرب شغاله. المكتب بتاعهم موجود طول ما الحرب شغاله.